اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، خليها سمك النهارده. ومن حبنا للسمك احنا بنعيد الحلقه بتاعتنا يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف؟ معايا بوري من خير مزارعنا اللي بيصدروا للدنيا كلها. بوري بولتي بيستنوه بره من الوقت للوقت علشان الطعم والجمال والسكر اللي فيه. انا هعمل النهارده البوري المشوي بالخضار. البوري محددين اقامته يتعمل سنجاري، يتعمل مشوي رده، لطيف وجميل. يعني لو سالتوني انا بحب البوري مشوي رده باستكاوي، انما اعمله مشوي بالخضار دي حاجه جديده. والفليفر والطعم من ايادي الشيف المغازي، هنشوف ازاي نعمله مع بعض. معانا سمك فيليه قشر بياض ورز مصري. جاي على بالي النهارده اعمل طبق سمك هيلسي للناس اللي بتعمل دايت، نعمل رجيم. لا ليا في السمك المشوي ولا المقلي، انا بحب اكل السمك كده سوتيه. فنشوف نعمل مع بعض ازاي شويه رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات. الرز مش مضر خالص، احنا اللي بنحط فيه الاشكال المضره او الماتيريال اذا كان سمنه بلدي ولا حليب زي الرز المعمر. ولكن اعمله النهارده بطريقه هيلسي مع سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك او الشوك. معانا كابوريا الاطفال الحلوين اللي انا بحبهم والمتابعين ليا واللي بسمع صوتهم من خلال شاشه القناه الاولى والكلام الحلو اللي بيقولوه فيا. انا بهديلكم النهارده كابوريا جراتان، يعني هتخليكي تاكلي الكابوريا كانك بتاكلي ايس كريم، بس خلاص في الكفر بتاعها كده. واخلي لك الكابوريا واحطها في قلب الكفر مع موزاريلا مع كريمه وايت صوص مسترده لطيفه جميله، وتاكليها مع شويه مكرونه سباكيتي بالوايت صوص او حسب الرغبه. تفاصيل كتير النهارده وخليها سمك النهارده مع تركيه المغازي اللي بتبسط لك انك تخش مطبخك تعملي اكله سمك نفسك فيها، عزم حماتك عزم ماما عايزه تاكليها سمك من ايديكي. تابعوا الحلقة بعد الفاصل. تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض بيحصل طبعا حاجات في الفاصل، حاجات جميله. اللي يقول لك يا شيف مغازي احجز لي المكرونه، شيف مغازي انا عايز ازقز كابوريا، شيف مغازي انا عايز اكل الرز اللي بالسمك ده، حاجات لطيفه وحلوه. وانا منهم، انا كمان ببقى عايز الحاجه اللي بعملها دي بعد ما نخلص نعيش فيها. انا عندي هنا بجد يعني خلينا كده بس نشوف لان ده الاهم، حل على النار فيها كل حاجه حلوه، راس السمكه وديل السمكه، وكان معايا شويه خضار باقيين من تقطيع الخضار بتاع البوري، كل ده في قلب الحله مع بصل وتوم وكرفس، وبتغلى على النار. طب ما تيجوا نستخدم الميه دي ونستفيد بيها مع شويه رز حلوين، ما فيهاش اي دهون خالص، والله ما حطيت لا زبده ولا سمنه ولا زيت، ميه شوربه. جيبوها لي كده يا شباب فرسان التلفزيون المصري. فيها ده البوكيه جرنيه سي فود اهو، فيها سمك، ده سمك كل تقدري تعملي شوربه صياديه، شوربه سي فود، تعملي مكرونه زي ما انت حابه. تعالوا نعمل النهارده رز مع بعض. الرز ده بهديه لحبايبي اللي مش بياكلوا السمك مقلي ومش حابينه مشوي وعندهم كده يعني تحفظ مع اكله السمك. معانا رز، معانا سمك فيليه قشر بياض، معلقتين من زيت الزيتون، بصلايه بريئه، فص ثوم طازه. حلو؟ اللهم صل على النبي. هتعمله ازاي ده يا شيف؟ طب قول لنا يعني نعرف. اصبر على رزقك. بصلايه على النار، مقادير شفناها مع بعض اهو، زي الفل. تمام، هنحط البهارات بتاعتنا. البهارات مفيده مفيش مشاكل منها، حتى لو بنعمل دايت بالعكس بتنشط الجهاز الهضمي. بس نبعد عن السبايسي. شويه كركم انا بحبه، ده الكركم مفيد للجهاز الهضمي وخاصه الكبد، بيلعب دور مهم جدا في تنشيط الكبد وجلي الكبد ونقاء الكبد. فعشان كده نستفيد بالكركم. الصبح معلقه عسل مع معلقه كركم، ميه دافيه، ميه فاتره يعني مش سخنه، وتشربيها، تشربيها لجوزك قبل ما يروح على الشغل، هيتنه طول النهار يقول لك انا بحبك. شايفه كده البصلايه على النار اهي، معلقه الزيت، البصلايه اتحمرت زي الفل. ركزي بس عشان الموضوع هنا هيعجبك قوي على فكره. هعمل ايه؟ زي ما هي كده، باخد السمك ده كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، في قلب البصلايه دي كده، قابلني عود شبت في طريقي باخده، واقلب البصلايه دي يا مغازي مع السمك ده، وفي الاخر ارفعه من الطاسه، كفايه عليه كده. حلو الكلام؟
تمام. اجهز طبعا علشان ارفع فيه الايه؟ السمك ده. ليه يا شيف؟ زعلك في حاجة؟ اصبر على رزقك. خد لون، خد طعم، كله على عينك يا تاجر. اهو عود الشبت حيران بينه. اهو اوعى تقطعي الشبت عشان ما يقلبش معاكي محشي. هعمل ايه يا شيف؟ اخد السمك تاني. ايه ده؟ ليه تعذبني يعني؟ ايه هو ده؟ انا عايز كده، انا صاحب الاختراع ده وعايز كده. اخد السمك اشيله كده بالشبت بتاعه كله. ما تستنيش عليه لما يستوي، هيتهري ولا هتشوف السمك ولا تشوف الحله. ونشيل كل ده مش عايزه. وفي نفس الحله، في نفس الطاسه، وعلى نفس البوتاجاز ننزل بالرز ونقلب الرز ونفلفل الرز. خلي بالك انا رامي حمل هنا على الله الاول، ثم على شويه شوربه فيهم كل الخبره الطهويه، فيهم روس السمك، فيهم ديل الجمبري، فيهم روس الجمبري، فيهم الخضار، فيهم الكرفس، فيهم البصل، فيهم التوم، كل ده مع بعضه. شفت الرز خد لون ازاي؟ ده رز. فين الدون اللي استخدمتها؟ حطيت قشطه بقى وحطيت سمنه بلدي بقى، الرز المعمر خالص. واستنى على الرز ده كده لغايه لما يتفلفل بين ايديا وحياه عينيا. حاضر يا غالي. البوري لا ينساه خالص دلوقتي، البوري وزنه 700 جرام 600 جرام. قالوا لي في الفاصل يا شيف البوري ده وزنه 700 جرام، عايزه وقت في النار، خلي بالك. تحميره حلوه. بس خلاص كفايه عليه كده. ونظبط الدنيا كده والجو ده كده، ونعمل اللي عملناه من شويه. اللهم صل على النبي. السمك ترص هنا كده. ايه الشقاوه دي يا شيف؟ النهارده انت مبدع. عايزك تعمليه بنفس الطريقه، بس قبل ما تخش المطبخ وهتعملي الجو ده اكتبي على باب الثلاجه حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. حقوق الطبع لدينا وبس. الرز على النار، السمك عملناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. احنا اتفقنا نكتب ايه؟ حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. طب اوعي تقلبيه خالص، اوعي تيجي جنبه. خلاص الرز خد وقته في التقليب وخد حقه، والسمك شوحناه على النار بالتوابل والبهارات، ولما تيجي تحط الميه المغليه والشوربه الحلوه دي كده او الكنز اللي بين ايديا ده كده، حطيه على الرز ما تحطوش على السمك، عشان الميه ما تاخدش التتبيله اللي على السمك وتنزل. زي ما انا شغال كده. هتقولي احط كده يا فاروق؟ مش تقول لي بقى كفايه ولا ايه؟ مش احنا اتفقنا لما اجي احط ميه تقول لي كفايه؟ لحد ما ايه؟ تروح مني فين انا مش عارف. انا باخد الفلفل الحلو ده كده، هي المصريه هنا والنفس المصري والطعم المصري في القفشه دي والبهجه دي والشفافيه اللي انا بشوفه دلوقتي. الرز على النار فورناه، قلبناه، فلفلناه مكان تحمير السمك والتوابل. انا حطيت البوكيجر دي بتاعي وحطيت الميه بتاعتي. عم اشرف خطفني بكلامه الحلو. تن احط ميه كده وانا واقف لغايه لما الميه تنشف ويبقى السمك باين وما تقلبهوش. وخدت نقيت الفلفل بالطماطم والخضره اللي انا حاططها وغطيها، وقال لك انت على الرز مع السمك لما يستوي. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولازم نشرح للأمانة والمصداقية والشفافية والوضوح والصراحة على شاشة التلفزيون المصري. يعني ايه يا مغازي؟ يعني انا معايا حلة على النار فيها الكنز، فيها روس السمك، ديل السمك، قشر السمك، قشر الجمبري، معاها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل، بستفيد بيها. خدت منها شربت الرز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده، السمك على الوش، هتحتاج مني كمان شوية شوربة. حاضر يا غالي، هنشوف البوري دلوقتي. اصبر تقلقش. ما قلبوش، خلي بالك بس، نار هاديه بقى. الاكله دي اكله صحيه، بهديها لحبايبنا اللي عاملين هيلسي وعاملين دايت، لا مالي ولا مشوي.
طريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. اغطيها واسيبها. بس طبعا عشان اغرف الرز ده محتاجين للخبرة الطهوية، لازم اخد السمك ده في طبق تاني على جنب، وبعد ما اغرف الرز كويس ازين طبق الرز بالسمك اللي انا بدأت بيه في البداية خالص التسوية. مهم جدا خلي بالي عشان الاكلة تبقى ظابطة معاكي. هناخد السمك اهوت نشيله من قلب الكسرونة ونشيله بالراحة خالص من غير ما يتهري مني. اللهم صل. جيب الصورة الحلوة دي يا فاروق، الله يبارك لك. ليه تزور النبي يا طيب؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ عشان لما اغرف الرز ازينه بالسمك ده. نعم ينفع. بيقول لي ينفع نعمله بالجمبري؟ تغاوي بقى. ينفع نفس الطريقة. تجيب الجمبري الجامبو، طلع اللي تحت البلاطة وتقشره، تشيل عرق الرملة، وزي ما اشتغلنا مع الفيليه تشتغل مع الجمبري الجامبو، وتسميه رز بالجامبو، بالجامبو شريم. السمك شيلته اهو، نقلب الرز كده. الله، ايه الحق ده؟ لا 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 لا، انا مش عايز ده سمك ولا عايز جمبري، انا عايز شويه الرز دول اللي ما واخدين شوربه السمك. جيب القاع، جيب البحر من تحت، البحر بيتكلم مصر. ادي الرز بتاعي. لا تاكلي معلقه من الرز ده وتقولي تسلم ايدك يا ام غازي. ما يتعملش غير برز مصري عشان برضو من ايه فلسفه. ليه؟ الرز المصري بيديك الطعم والكربوهيدرات والنشويات بتاعته في السي فود بالذات. العالم كله ياكل مع السمك رز مصري. طبق بيتكلم مصري. يا باشا مفيش هزار، مفيش، لسه ما خلصتش. باخد ده يا عم الشيف وارص السمك على الوش طبيعي يعني. بمعلقه كده خلصنا. عينيا، طلع كابوريا دلوقتي واجري، عايزين نمشي. طبعا عارف حضراتكم مش عايزين نخلص، مستمتعين، بس معانا الاخراج بيقول لي خلاص وقتك. لازم نحترم الكلام ونحترم القرار. فيليه على الوش اهوت بالشكل ده كده. طبيعي يعني. شفت الحلاوه؟ انا شخصيا لو قدام الطبق ده ولا هدور على سمك ولا حاجه، هاكل الرز بس وخلاص، مع قطعة من السمك البوري المشوية بتتبيلة المغازي بالخضار بالطعم اللطيف، وأحلي بالآيس كريم. الآيس كريم اللي هو في الفرن.